المراهق في الحقيقة الأمر الإنسان كيبني أسرة صحيحة على قاعدة صحيحة ويديرها كمسؤولية ويخمم يعني للبعد نتاعها، يعني لازم يبدا بالتربيه كالام كالرجل، الام في البيت او ما تكون عامله، يعني يكون تفاهم ويكون يبنيو على اساس التربيه والاخلاق، والاب ولا الام لازم يكونوا مثاليين للابناء باش ما تكونش خلالات، ما تكونش يعني انقسامات، وما تكونش يعني تروح للهاويه، لانه الانسان الرجل مثال، والانسان كي المراهق تتعاملي معاه كصاحب. يعني انا عندي ابني، نتكلم على نفسي، انا عندي ابني مراهق، عندي زوج، واحد في الجامعه واحد خرج في اللغات، نتعامل معهم كاصحاب، يعني نديرهم كاصحابي، لانه صلى الله عليه وسلم قال لك صاحب ابنك اذا بلغ السبعه فصاحبه مشيه معك وديه معك المسجد وديه معك، يعني خرجوا معك وكذا، ومنه يشوف الناس وكشوف باش يشوف المجتمع كيفاش راه، باش يتعلم باش يتكون الى اخره، وكشوف باش يكون يعني مير كما نقولوا احنا بالروميه، باش يكون مير، هذا هو. ونتعاملوا معاه معامله كاي الناس، يعني يكون صاحب ونصاحبوه ونسمعوا لرايه ونشوفوا المشاكل اللي يتخبط فيها، نحاولوا نوقفوا معاه، نحاولوا نعاونوه، نحاولوا نلقاو له مشاكل الى اخره، هذا هو المعامله، تكون معامله طيبه. والله غني معاهم، والله غني معاهم، على بالكم ما يهضروا هكذا، انا نهضر هكذا، ساعه نتفهمهم، ساعه نكون بحر ما نتفهمهمش، وساعه نضغط عليهم، ساعه هما في حقهم وانا تبان لي ماشي دوك خرجت، والله ما درت لهم خاطرهم، واحد يقول لي روح للبحر نقول له ما تروحش، واحد يقول لي بابا ندير هذيك نقول له ما ديرش، هما في صالحهم باسكو بداو يوعوا بداو يعرفوا. انا على كل حال بسم الله الرحمن الرحيم، انا عندي ثلاث اطفال، عندي واحد 16 سنه، فهمت، واحد 16 سنه، وعندي واحد 12 سنه، وعندي واحد 7 سنين. انا ولادي باش نقول لك صراحه ما ربيتهم على شغل تفتح، ما حصرتهمش، ما نكذبش عليك، عطيت لهم الحريات تاعهم وعرفت كيف نمشي مع اولادي، انا ما نزيرش وليدي، هما الولد درك خاصه الطفل تاع درك ماشي كيما الطفل درك، درك حنا زدنا بكري ما عندنا لا تلفزه لا الانترنت، درك الجيل تاع درك زاد متحضر، فهمت، يتبع الانترنت يتبع الفيسبوك، بصح حنا نحاذروه، الطفل هذا الولادين نتبعهم نراقبهم ونشوفهم يتجه عنده الفيسبوك نتبعوه، اذا عنده اسمه الانترنت تبعوه، يتفرج في التلفزيون تعلم، بصح انا ولادي لازم نتبعهم ونعلمهم ونقريهم، باسكو درك الهدف نتاع الولد الا تحبي الولد هو الهدف نتاعو، هو السلاح نتاعو باش تسلحيه، هو السلاح نتاع العلم. وليدك الا تحبيه ماشي تشري له سياره والله فهمتي تدي فيه حاجه، هو السلاح نتاعو هو العلم. الولد درك اذا حبيت ينجح هو العلم، العلم، وثانيه تربيه على التربيه الاسلاميه ثانيه، فهمت، هذه هي اختي. الاولى الى مرحله الاكتشاف الحياه. هذا المراهق يعني واش قرينا واش فهمنا، يعني عنده بيريودا لازم خاصه وحياه خاصه. انا المراهق واش يعني واش راني نشوف، لازم ترافقه في المرحله تاعو. اول حاجه ما تسيفش عليه امور أكثر منه، أنت عايش بعقلية تاع 60 سنة. وتجي أن جون تاع مراهقة تفرض عليه عقلية تاع 60 سنة، ما تديرش وما تفعلش وما تعطيه غير الأوامر. هو يولي يتقلق، يولي يتمرد. أنا الوصفة يعني اللي تعلمناها واللي قرأناها، يعني المراهقة لازم ترافقه وتورينه بالعقل حتى يفوت المرحلة هذيك، يولي ينضج، يولي يتعلم، يولي يشوف. باسكو كيما قال علي رضي الله عنه، كي قال الولد الصغار هكذا الوقت هذا كي المهم يغني ويديروا من يصاميس كيما نقولوا اون فرونسي، قالوا له هاك تشوف والدنيا تبدل، قال لهم خلقوا لزمن غير زماننا، لزمن غير زماننا. انا على كل حال كي كنت مراهق وجهتني الغير، كيف فاهم الغيره ما بين اختي، الشيخ يشري لها حلوه انا يشري لبسه ماشي كيما، لازم نكونوا كيف تسمى نغير، كاين حاجات نغير فيهم من داك نقولوا كان على ما ديتنيش نحوس هو خدام الله غالب، تسمى هذه هي كيف فاهم هما، هو صارت لي شويه بزاف. كي كنت صغير تانيك المخالطه ما نقدرش نخالط، ما يخليني الشيخ خالط ويعطيه الصحه، خاش كاين الناس اللي كنت نخالطهم رفائق سوء، صحاب السوء هذوك حبستهم ما نهدرش معاهم، قال لي ما تزيدش تهدر معاهم من حقه، ويعني رباني احسن تربيه حتى كبرت وليت ما اسمها هذه لو كان خلاني تبعتهم وانا مراهق، لو كان رحت في طريق ماشي مليحه وطريق معاهم. انا يعني نقول لك الصراحه قد مارس الحوايج هذو، الطفول كيعود في الدار تعود له مشاكل كبيره،
بعد ما يقرا ويريح في الدار كما نقولوا يلحق النافيام ولا الويتيام ولا كذا ويولوا يحبسوه الوالدين. الوالدين ثاني ربي يهديهم نورمالمون، يعني الطفل يلاحظوه يلوحوا في حاجه اللي يتعلم فيها، يلوحوا في كذا يلوحوا في كذا، ما يكونش متشرد. لخاطر عليه الطفل الى عقب 15 سنه ولا 16 سنه يبقى في الشارع ويبقى هامل ويبقى يفكر في حوايج اللي يديرها ماشي مليحه. وحنا ماذا بينا وماذا بينا نطلبوا من الوالدين اللي عنده بن يعني في الدار وشويه متعصب، لازم له يدير له عمل، يدير له حوايج اللي يتلتى بها، يلعب البالون، يخرج لبرا، ينحدك تروحوا مع اصحابه، ما يخليش غير محجور في الدار، لخاطر حاشاك كلب كي تربطيه في الدار راهي تحجر.